مساء الخير. مساء الخير أعزائي الطلاب. أرحب بكم في جلستنا الرابعة لهذا اليوم من جلسات مقرر مبادئ الأخطاء التابع لماجستير الدين وتخصص في علوم الحاسوب. موضوع جلستنا أبنائي لهذا اليوم مبادئ الاحتمالات، تمام؟ الجلسة الخامسة إن شاء الله راح تكون عن التوزيعات الاحتمالية. مبادئ الاحتمالات والتوزيعات الاحتمالية إن بشكل من المقرر الفصل من الخامس والسادس. طيب أبنائي، إذا راح نبدأ اليوم إن شاء الله بمبادئ الاحتمالات. طيب على مبادئ الاحتمالات، نحن بداية راح نوضح ما هو المقصود بالاحتمال، تمام، ومتى تستخدم الاحتمالات. هلا الاحتمالات أبنائي تستخدم دائما وعندما نكون غير متأكدين من أمر ما، إذا تستخدم في قياس عدم التأكد، تمام، وهي أداة مساعدة الحياة على اتخاذ القرارات. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا أنا بدي أتخذ قرار بشراء مثلا الأسهم، إذا بدي أشتري أسهم لإحدى الشركات المدرجة في بورصة دمشق، هلا إذا كان احتمال ارتفاع أسعار الأسهم خلال الفترة القادمة كبيرا جدا، مثلا احتمال ارتفاع الأسعار مثلا لنفرض 90%، فالقرار المتخذ شو راح يكون؟ هو الشراء. القرار المتخذ راح يكون شباب بالحالة هاي الشراء. إذا أنا هون اتخذت قرار شراء أبنائي بناء على هذا الاحتمال. إذا احتمال ارتفاع أسعار الأسهم، هلا ارتفاع أسعار الأسهم رمزت له بالرمز A، والاحتمال رمزت له بالرمز B. احتمال ارتفاع الأسعار مثلا أسعار الأسهم لنفرض راح يكون كبير 90%. بناء على هذا الاحتمال أبنائي تم اتخاذ القرار اللي هو الشراء. هلا لنفرض انه اسعار الاسهم ما راح تطلع، راح تنخفض بالمستقبل، اذا شو القرار المتخذ؟ راح يكون عدم الشراء، واضح؟ اذا الاحتمالات هون هي اداه مساعده الحياه على اتخاذ القرارات. امتى بنلجا للاحتمال الحياه؟ وقت ما بنكون الحياه متاكدين من امر ما، اذا الاحتمالات تستخدم في قياس عدم التاكد. طيب إذا هناك أمثلة عديدة الحقيقة، تمام، لاستخدامات الاحتمالات، تمام، في حياتنا اليومية أو في عملية اتخاذ القرارات. ضربت مثال، هلا في مثال ثاني أنا هون بديكم إياه، اللي هو احتمال ارتفاع مثلا سعر الذهب لنفرض أنا معي مبلغ من المال بدي اشتري فيه، مثلا بدي أوفقه بأمر معين، مثلا بيشتري فيه قطعة ذهب على سبيل المثال. فإذا كان احتمال ارتفاع سعر الذهب، إذا هون رمزت بالرمز A لارتفاع سعر الذهب اللي هو الحدث، وB هو الاحتمال. إذا احتمال ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لنفرض هذا الاحتمال كبيرا جدا، مثلا 90% أو 95%، تمام، فإن القرار المتخذ هون شو هو؟ أيضا الشراء. إذا القرار بدي أتخذه في هذه الحالة إذا هو الشراء. إذا هذا القرار تم اتخاذه بناء على هذا الاحتمال. إذا الاحتمال هو أداة مساعدة على اتخاذ القرارات، تمام. إذا هون عبرت عن الاحتمال بشكل كمي، يعني بشكل رقمي، تمام، حيث يكون التعبير أكثر دقة. إذا وقت نعبر عن الاحتمال بالأرقام، إذا هون عبرت عنه بشكل كمي يعني بشكل رقمي، فالحالة هاي يكون التعبير أكثر دقة. طيب أبنائي، هناك بعض المفاهيم الخاصة بالاحتمال بحاجة لتوضيح، راح أذكركم فيها على السريع وأوضح لكم إياها. مثلا التجربة العشوائية، إذا من المفاهيم الخاصة بالاحتمالات واحد التجربة العشوائية. شو المقصود بالتجربة العشوائية؟ راندوم اكسبيرمنت. إذا التجربة العشوائية أبنائي هي أي عملية تتم ونعلم مسبقا نتائجها. يعني مثلا راح نعطي مثال على تجربة عشوائية، رمي قطعة النقد المعدنية هي مثال التجربة العشوائية، لأننا نعلم مسبقا نتائجها.
شو نتائج هذه التجربة؟ إذا التجربة هو رمي قطعة النقل المعدني، نتائج التجربة أبنائي إما الحصول على الصورة أو الحصول على الشعار، تمام؟ لذلك هاي شو نسميها تجربة عشوائية، لأننا نعلم مسبقا نتائجها. مثال آخر على التجارب العشوائية، رمي الزهر تبع الطاولة شباب، إذا أيضا هو بمثابة تجربة عشوائية لأننا نعلم مسبقا نتائجها. شو نتائج رمي الزهر تبع الطاولة؟ إما الحصول على الوجه رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، تمام؟ هاي التجربة العشوائية. طيب ما هو المقصود في مفهوم ثاني كمان مهم اللي هو فراغ أو فضاء العين؟ شو المقصود بفراغ أو فضاء العين؟ فراغ أو فضاء العين بنروج له بالرمز S، الـ S هون جاي من سامبل سبيس. إذا المقصود شباب بفراغ أو فضاء العين هو جميع النتائج أو مجموعة النتائج أو جميع النتائج التي نحصل عليها من التجربة. طيب هلا نحن رمينا قطعة النقل المعدني، شو النتائج اللي بنحصل عليها؟ الصورة أو الشعر، نتيجتين. إذا NS هون عدد النتائج، تمام؟ NS، N جاي من نمبر و S جاي من سامبل سبيس. إذا نمبر أوف سامبل سبيس، إذا عدد النتائج التي نحصل عليها، تمام؟ سميناها شو؟ فراغ أو فضاء العين. إذا عددهم نتيجتين وقت نرمي قطعة النقل المعدني. طيب وقت نرمي الزهر نمبر سامبل سبيس قديش؟ 6، لأنه الزهر تبع الطاولة له 6 أوجه من 1 ل 6، إذا نمبر سامبل سبيس ماذا يساوي؟ 6. طيب أبنائي، إذا فراغ أو فضاء العين شو بنرمز له بالرمز؟ S، تمام؟ اللي هو جميع النتائج الشاملة التي نحصل عليها بعد إجراء التجربة العشوائية. طيب أبنائي هلأ بدنا نوضح ما هو المقصود بالحدث، شو أنواع الأحداث، تمام؟ الحدث أو الحادث كلاهما صح. طيب الحدث شباب هو ذلك الجزء الذي سنحسب احتمال تحققه. هلأ أعطينا مثال، مثلا راح نعطي مثال ثاني، مثلا الحصول على الصورة عند رمي قطعة النقل المعدنية. الحصول على الصورة هو الحدث، تمام؟ طيب شو احتمال الحصول على الصورة؟ الاحتمال راح نرمز له بالرمز بي. إذا بي هو الاحتمال، الحصول على الصورة هو الحدث، رمزنا له بالرمز A. طيب شو احتمال الحصول على الصورة لدى رمي قطعة النقل المعدنية؟ إذا هون عدد الحالات الملائمة NA، قطعة النقل المعدني ما فيها غير صورة واحدة، تمام، وفيها شعار واحد، إذا عدد الحالات الملائمة إذا واحدة ما فيها غير صورة واحدة، إذا 1. على جميع الحالات الممكنة، جميع الحالات الممكنة نرمز لها بالرمز NS، S هون هو فراغ أو فضاء العين، إذا اللي هو جميع النتائج، تمام؟ إذا شو النتائج اللي بنحصل عليها؟ يعني إما الحصول على الصورة أو الشعار، نتيجتين. لذلك الاحتمال المطلوب هون اذا شو يساوي النصف اللي هو عدد الحالات الملائمه على جميع الحالات الممكنه. شو نوع الحدث هون يا شباب؟ اذا هذا الحدث اللي هو الاي اللي هو الحصول على الصوره بنسميه حدث بسيط. ليش حدث بسيط؟ لانه يحتوي على عنصر واحد، لانه قطعه النقل المعدني ما فيها غير عنصر واحد. اذا هذا الحدث ابنائي شو بنسميه؟ حدث بسيط. في انواع اخرى من الاحداث الحيه بنسميها، إذا النوع الثاني من الأحداث اللي هو الحدث المركب اللي هو Composite Event. إذا الحدث المركب الحقيقي يشتمل أو يشمل عنصرين أو أكثر أو نتيجتين أو أكثر. راح نعطي مثال، احتمال الحصول على رقم يزيد على 2 عند رمي النرد، حجر النرد أو الزهر. هلا إذا الاحتمال راح نرمزه بالرمز B، تمام؟ الحصول على رقم يزيد على 2 راح نرمز له بالرمز سي، بي سي. اذا هذا الاحتمال، كم رقم بيزيد على 2 عند رمي الزهر؟ ان 3 و4 و5 و6 اربع ارقام. اذا عدد الحالات الملائمه اللي هي ان سي هون، يعني عدد الحالات الملائمه لسي، سي هون الحصول على رقم يزيد على 2، اذا كم رقم؟ 4. تمام، على جميع الحالات الممكنة، إذا جميع الحالات الممكنة أبنائي هي 6، فإذا الاحتمال المطلوب هو 4 على 6.
إذا الحدث اللي هو سي اللي هو سطور على رقم يزيد على 2، إذا شو اسمه هذا؟ اسمه حدث مركب. إذا شو اسمه شباب؟ حدث مركب. إذا الحدث المركب هو الحدث الذي يشمل عنصرين أو رقم يزيد على يشمل عنصرين أو أكثر أو نتيجتين أو أكثر. طيب أبنائي، إذا هلأ الاحتمال أنا شرحته، احتمال تحقق الحدث العشوائي. الحدث العشوائي هو رمزت له بالرمز A، والاحتمال رمزنا له بالرمز B. فاحتمال إذا تحقق أو الحصول مثلا احتمال تحقق حدث ما، إذا نرمز له بالرمز B A على سبيل المثال، هو حاصل قسمة اللي شرحته، عدد الحالات الملائمة. إذا هو حاصل قسمة عدد الحالات الملائمة لـ A، يعني رمزت لها بالرمز NA. إذا عدد الحالات الملائمة لـ A، شو رمزنا لها يا شباب؟ الرمز NA على جميع الحالات الممكنة. جميع الحالات الممكنة شو رمزنا لها؟ بالرمز NS. رمزنا له بالرمز NS. إذا هذا هو الاحتمال. إذا احتمال تحقق الحدث العشوائي A BA يساوي لعدد الحالات الملائمة لـ A DNA على جميع الحالات الممكنة اللي هي NS. الاحتمال هون طبعا الاحتمال دائما قيمته، إذا قيمة الاحتمال تقع بين الصفر والواحد، إذا هو عبارة عن نسبة مئوية. الاحتمال قيمته صفر طبعا يعني الاحتمال مستحيل، الاحتمال قيمته الواحد يعني الاحتمال المؤكد. طيب أبنائي، راح ناخذ مثال على السريع. يحتوي وعاء على 6 كرات زرقاء وأربع حمراء. إذا 6 زرقاء وأربع حمراء، إذا مجموع الكرات هون جميع الحالات ممكنة 6 زائد 4 10، فما هو احتمال سحب كرة حمراء؟ إذا راح نرمز لسحب كرة حمراء بالرمز A اللي هو الحدث، تمام؟ فبي A شو بيساوي احتمال سحب كرة حمراء؟ مثال يا شباب لعدد الحالات الملائمة لـ A لـ NA. إذا عدد الحالات الملائمة لـ A اللي هو NA على جميع الحالات الممكنة اللي هو NS، فراغ أو فضاء العين اللي شرحناه قبل شوي. إذا عدد الحالات الملائمة لـ A يعني عدد، إذا A هو سحب كرة حمراء، تمام؟ كم كرة حمراء عندي بالصندوق؟ 4. إذا عدد الحالات الملائمة هو 4. وقديش جميع الحالات ممكن؟ إن 4 زائد 6 على 10 طبعا. إذا هذا الاحتمال المطلوب 4 بالعشرة، إذا 4 تقسيم 10، إذا الاحتمال المطلوب هو 4 على 10. واضح يا شباب؟ طبعا في مثال ثاني محلول كمان فينا نحله، يلا راح نحله على السريع. عند رمي حجر النرد اللي هو زهر الطاولة، المطلوب اكتب النتائج الشاملة لهذه التجربة. أن النتائج الشاملة بنرمز لها بالرمز S اللي هو فراغ أو فضاء العينة. إذا عند رمي الزهر إما بنحصل على الوجه رقم 1 أو 2، هاي النتائج الشاملة، أو 3 أو 4، هاي النتائج، أو 5 أو 6، هاي النتائج الشاملة اللي بنحصل عليها عند رمي الزهر تبع الطاولة، تمام؟ طيب الطلب الثاني، شو احتمال الحصول على رقم 3؟ إذا راح نرمز للحصول على رقم 3 بالرمز A، فبي A هو احتمال الحصول على الرقم 3. هلا كم؟ إذا عندي ما في غير رقم 1، تمام؟ إذا عدد الحالات الملائمة إذا 1، تمام؟ مثال، إذا ما عندي غير حالة واحدة على جميع الحالات الممكنة اللي هن 6. إذا احتمال الحصول على رقم، ما عندي غير رقم 3، رقم 1 اللي هو 3 ما في غيره، إذا 1 على 6 الاحتمال. طيب شو احتمال الحصول على رقم فردي؟ راح نرمز للحصول على رقم فردي بالرمز B. إذا كم رقم فردي بالزهر تبع الطاولة؟ عندكم 1 و3 و5، 3 أرقام، إذا عدد الحالات الملائمة 3. جميع الحالات الممكنة 6. هلا طلب رقم 4، احتمال الحصول على رقم يقبل القسمة على 2.
إذا راح نرمز لهذا الاحتمال بالرمز بيتي. هلا عدد الحالات الملائمة عندي 3 أرقام بيقبل القسم على 2، لأن 2 و4 و6، إذا عدد الحالات الملائمة 3 على جميع الحالات الممكنة 6. إذا هيك بنكون كمان حلينا الطلب الرابع. طيب أبنائي بنكمل. بس بدنا نحكي نذكركم بشكل سريع طبعا بحالات وقوع الأحداث. هلا الاتحاد أو الاجتماع إمتى بنستلمه شباب؟ وقت بينطلب منكم تحسبوا احتمال وقوع الحدث إذا كان عندكم حدثين A و B، تمام؟ فإذا اجتماع الحدثين A و B يعني تمام، إمتى بنستخدم الاجتماع؟ وقت بينطلب مني احتمال وقوع الحدث الأول اللي هو A، أو وقوع الثاني، أو كليهما. أو كليهما. إذا وقت بطلب منكم مثلا احسبوا لي احتمال وقوع A أو B أو كليهما، شو بتلجأوا بالحالة هاي للاجتماع؟ إذا شو بنستخدم؟ الاجتماع أو الاتحاد. طبعا هلا بعد شوي راح أعطيكم قانون الاجتماع، تمام؟ وراح نعطي قانون التقاطع. طيب تقاطع الحدثين A و B، إذا تقاطع الحدثين A و B يعني يعبر تقاطع الحدثين A فاصلة B عن وقوع الاثنين معا. إذا يعبر عن وقوع الحدثين A و B معا. طيب مثال، خلينا ناخذ مثال. طيب مثال، إذا لنفرض الحدث A إذا مكون من عنصرين لأن 3 و5، والحدث B مكون من 3 عناصر اللي هن 1 و4 و5. ف A تقاطع B ماذا يساوي؟ إذا العناصر المشتركة بينهما اللي هن 3 الأعمال المشتركة، ما في غير 5، تمام؟ 5 مشترك بين A و B، إذا A تقاطع B ماذا يساوي شباب؟ يساوي 5. إذا تقاطع الحدثين شباب، إذا يعبر تقاطع الحدثين عن وقوع الاثنين معا في آن واحد، ويشمل كافة العناصر المشتركة. إذا هون العنصر المشترك بين A و B ما في غيره 5، لذلك A تقاطع B ماذا يساوي؟ يساوي 5، لأن العنصر المشترك في المجموعتين هو 5. طيب يلا يا شباب بدنا نحكي شوي عن الأحداث المتنافية. بدنا نحكي شوي أبنائي عن الأحداث المتنافية. الحدثين متنافيين، يكون الحدثين A و B متنافيان إذا كان وقوع أحدهما ينفي وقوع الآخر. راح نعطي مثال على حدثين متنافيين. طيب الحصول، النجاح والرسوب. هلأ النجاح هو حدث، راح نرمز له بالرمز مثلا B، والرسوب هو حدث، راح نرمز له بالرمز A. هل يتقاطع النجاح مع الرسوب؟ لا. إذا هو الحدثين يعني لا يجتمعان مع بعض، لا يتقاطعان، تمام؟ وقوع أحدهما ينفي وقوع الآخر، يعني حصول النجاح ينفي إذا حصول أو وقوع الحدث الثاني اللي هو الرسوب. إذا احتمال تقاطع هذين الحدثين حياة 0، ما بيتقاطعوا مستحيل. إذا يا نجاح يا رسوب، أما اثنين يكونوا موجودين لا مستحيل. فاحتمال تقاطع هذين الحدثين إذا هو المجموعة الخالية فاعل. إذا النجاح والرسوب أبنائهن حدثين متنافيين. مثال آخر، الحصول مثلا على قطعة معيبة، تمام؟ أو سليمة، كمان هن حدثين متنافيين، مستحيل نحسن نحصل على قطعة معيبة وسليمة بنفس الوقت، يا معيبة يا سليمة، تمام؟ إذا فهذين الحدثين اللي هو الحصول على قطع معيبة أو الحصول على قطع سليمة شو بنسميهم؟ حدثين متنافيين. طيب يا شباب بنكمل.
نكمل أبنائيا. أعطيكم مثال على الأهداف المتنافية. نتائج رمي قطع نقدية هما هدفان متنافيان. يعني القطعة في النقد المعدنية لها وجهين، إما الحصول على الصورة أو الشعار. فمستحيل نحصل على الصورة والشعار بآن واحد، يا يعني نحصل على هذا يا على هذا. لذلك هذين الحدثين اللي هن الحصول على الصورة والحصول على الشعار شو بنسميهم؟ حدثان متنافيان، احتمال تقاطعي واقف. نجاح الفشل كمان شرحنا كمان حدثين متنافيين. طيب الأحداث المكملة، الحدث المكمل الحدث إذا هو الحدث الذي يشمل كل نتائج التجربة باستثناء النتائج المكونة للحدث A. طيب راح نعطي مثال، راح نعطي مثال. إذا الحدث المكمل، إذا الحدث A إذا رمزنا له، طيب خلينا نعطي مثال. لنفرض إنه A ترمز للحصول إذا على قطعة معيبة. إذا A هذا حدث يرمز للحصول على قطعة معيبة. هذا إذا كان احتمال الحصول على قطعة معيبة على سبيل المثال 20%. طيب بي ايه فتحة، ما هو ايه فتحة هون الحصول على قطعة سليمة؟ اذا الحصول على قطعة سليمة هو المتمم الحسابي للحصول، اذا بنسميه حدث مكمل للحدث ايه، حصول على قطعة سليمة. ماذا يساوي؟ بي ايه فتحة 1 ناقص 0.20، اذا 0.80%. اذا هذا شو بنسميه؟ الحدث المكمل لايه. تمام، إذا الحدث المكمل لاي. طيب راح ناخذ مثال. إذا عندي حدثين، هلا عفوا عندي فضاء العين اللي هو 1 و2 و3 و4 و5. إذا هلا بي اي فتحة أو الحدث المكمل لإيه؟ بلد ما نحسب، ما بدي أحسب لك، بدنا العناصر اللي بتكون منها هون الحدث المكمل لإيه، اللي راح نروده بالرمز A فتحة. إذا يضم جميع العناصر باستثناء 2 و3، العناصر التي تنتمي لإيه. إذا يشمل 1 و4 و5 و6. إذا يشمل جميع العناصر باستثناء العناصر التي تنتمي لي. إذا هذا إيه؟ فتح الحدث المكمل لي. إذا هذا هو الحدث المكمل لي. طيب شباب بنكمل. ألقيت قطعة معدنية، قطعة نقد معدنية مرة واحدة. هلا فراغ العينة اللي رمزنا له بالرمز S من سامبل ستيت، إذا يشمل عنصرين الـ H والـ T، حصول على الصورة أو الشعار. طيب عدد النتائج الممكنة NS 2. بالنسبة للحدث A اللي هو ظهور الصورة راح نرمزها بالرمز H، والشعار راح نرمزها بالرمز T. تمام. طيب أي أن عدد النتائج المكونة للحدث A NA 1. فما هو احتمال وقوع الحدث A؟ احتمال وقوع الحدث A يساوي عدد الحالات الملائمة لـ A اللي هي NA، ما عندي غير حالة واحدة، ما عندي غير صورة واحدة، عددها إذا عدد الحالات الملائمة 1 على جميع الحالات الممكنة. جميع الحالات الممكنة اللي هو فراغ أو فضاء العينة يساوي 2. فإذا الاحتمال المطلوب على الحالة هاي هو نص. الاحتمال المطلوب على هاي
في هذه الحالة إذن هو طيب. بعض قوانين الاحتمالات يا شباب، تستخدم هذه القوانين لحساب الاحتمالات المختلفة. عندي بس بدي أذكركم بأهم القوانين اللي ممكن نحتاجها الحقيقة، تمام؟ عند حساب بعض الاحتمالات، أول شيء راح نوضح قانون جمع الاحتمالات. قانون جمع الاحتمالات هو نفسه قانون الاجتماع. هلا نحن حكينا الاجتماع إمتى بنستخدمه؟ وقت بينطلب منكم حساب احتمالي أو بي أو كليهما، فبتستخدموا قانون الاجتماع. قانون الاجتماع اللي هو بي أي اجتماع بي، ماذا يساوي؟ يساوي احتمال أي زائد احتمال بي ناقص احتمال تقاطع أي وبي، تمام؟ ناقص احتمال تقاطعهما. فمتى يستخدم هذا القانون؟ يستخدم عندما يطلب منكم حساب احتمال A أو B أو كليهما، تمام يا شباب؟ طيب إذا كان حدثين A و B متنافيين، احتمال تقاطعهم صفر، وبالتالي فإن قانون الاجتماع بالحالة هاي بصير إذا بس بنشيل منه التقاطع. ليش؟ لأن تقاطع الحدثين A و B باعتبار أنهم متنافيين صفر، فبصير قانون الاجتماع بهذا الشكل: بي اي اجتماع بي يساوي الى بي اي زائد بي بي. طيب راح ناخذ مثال على السريع. اذا كان يلا المثال هو التالي: اذا كان احتمال ان ينجح الطالب بمقرر الرياضيات هو 2 على 3، إذا راح نرمز لاحتمال نجاح الطالب المقرر الرياضيات بالرمز بي اي. إذا راح نرمز لاحتمال نجاح الطالب المقرر الرياضيات بالرمز بي اي. بي اي هون إذا حددنا إذا هذا الاحتمال يساوي 2 على 3. طيب احتمال نجاح الطالب بمقرر الإحصاء راح نرمز له بالرمز بي بي. بي بي هون يساوي 4 على 9، هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ 4 تقسيم. طيب احتمال ان ينجح الطالب بكلا المقررين يعني A و B، اذا احتمال نجاح الطالب بكلا المقررين اللي هو بي A تقاطع B ماذا يساوي؟ يساوي 4 على 5. هل المطلوب فما هو احتمال أن ينجح الطالب بالمقرر الأول أو الثاني؟ إذا بما أنه أو شوفكم تستخدموا قانون الاجتماع. إذا قانون الاجتماع اللي راح أذكركم فيه على السريع اللي هو بي اي اجتماع بي يساوي الاحتمال اي زائد احتمال ب ناقص احتمال تقاطع هذين الحدثين. ناقص احتمال تقاطع هذين الحدثين، إذا بي اي تقاطع بيطلع معنا الاحتمال المطلوب. إذا هلا احتمال اي أنا أعطيكم إياه 2 على 3 زائد احتمال بي أنا أعطيكم إياه 4 على 9 ناقص احتمال تقاطع الحدثين 4 على. إذا هذا هو الاحتمال المطلوب. طبعا نحن حاسبينه بس مشان ما نضيع الوقت، نحن حاسبينه يا شباب، شايفين هذا الاحتمال. إذا بي اي 2 على 3 بي بي 4 على 9 ناقص احتمال تقاطع 4 على 5، فبيطلع الاحتمال المطلوب 0.1. طيب شباب إذا بيطلع أبنائي الاحتمال المطلوب 0.31.
مين عنده أي سؤال يا شباب؟ طيب إذا الاحتمال المطلوب بطلع 0.1. طيب في مثال ثاني جاهز شغلته بسيطة مثل المثال السابق، أعطيكم احتمال A وأعطيكم احتمال B وأعطيكم احتمال تقاطع الحدثين، فأنتم تحسبون احتمال A اجتماعي. احتمال A اجتماعي شو يساوي؟ احتمال A زائد احتمال B ناقص احتمال تقاطع اللي هو 1/10. إذا فبتجمعوا هذين الاحتمالين بعدين تطرحوا منهم 1/10، فبيطلع معكم الاحتمال المطلوب. طبعا عودوا حالكم أبنائي على استخدام الآلة الحاسبة تبع الجهاز. طيب بنكمل يا شباب. هلا بدنا نحكي شوي عن قانون الاحتمال الشرطي اللي هو conditional probability. اذا الاحتمال الشرطي او قانون الاحتمال الشرطي الحقيقة بنستخدمه لحساب احتمال وقوع حدث ما بشرط وقوع حدث اخر له علاقة بالحدث الاول. راح ناخذ مثال. هلا شو احتمال نجاح الطالب بمقرر الإحصاء؟ راح نرمز له نجاح الطالب بمقرر الإحصاء برمز A بشرط نجاحه بمقرر الرياضيات. هلا الحقيقة ما بصير الطالب يقدم الإحصاء قبل ما ينجح بمقرر أساسي اللي هو الرياضيات. إذا فهون الاحتمال مشروط. إذا احتمال نجاح الطالب بمقرر الإحصاء بشرط، إذا هذا الخط المائل بشرط نجاحه المقرر الثاني اللي هو الرياضيات. إذا هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ إذا احتمال وقوع A بشرط وقوع B يساوي، إذا هذا الاحتمال اللي هو مستنتج ولا مقارن الاحتمال الشرطي يساوي الاحتمال A تقاطع B ناقص احتمال B. إذا هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ يا الله كاتب لكم إياه. إذا يساوي الاحتمال A تقاطع B على احتمال الحدث الثاني اللي هو B. إذا كيف يقرأ هذا الاحتمال؟ يقرأ على الشكل التالي. إذا احتمال وقوع A بشرط، إذا الخط المائل هون بنعبر عنه بكلمة بشرط، بشرط وقوع B، تمام؟ إذا هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ يساوي الاحتمال تقاطع الحدثين A و B على احتمال وقوع. إذا يعني هذا قانون الاحتمال الشرطي أبنائي. إذا احتمال A بشرط وقوع B يساوي الاحتمال تقاطع الحدثين على احتمال وقوع B، تمام؟ تمام يا شباب، شارح لكم إياه أنا هون بالسلايد. إذا قانون الاحتمال الشرطي احتمال وقوع A حدث A بمعلومية الحدث B أو بشرط وقوع الحدث B، تمام؟ بشرط، شايفين؟ بشرط وقوع الحدث ب بدها الكلمة بمعلومية. إذا الخط المائل تعني بشرط. إذا هون قانون التقاطع تم اشتقاقه، فينا نشتق طبعا قانون التقاطع من قانون الاحتمال الشرطي. بي اي تقاطع بي الوسطين بالطرفين يساوي لبي اي بشرط وقوع بي ضرب بي بي. طيب نكمل. طيب يلا بناخذ مثال شباب. مثال رقم 1، عندي حدثين A و B. B A 55%، B B 25% احتمال تقارب الحدثين 10%. المطلوب احسب الاحتمالات التالية. إذا نحسب احتمال A بشرط وقوع B، هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ يلا يساوي الاحتمال تقاطع هذين الحدثين. إذا بي اي تقاطع بي،
إذا يساوي الاحتمال تقابل الحدثين بي إيه تقابل بي على احتمال حدث ثاني على بي بي. إذا احتمال وقوع إيه بشرط وقوع بي يساوي احتمال تقابل الحدثين على احتمال وقوع الحدث الثاني اللي هو بي. طيب إذا هذا قانون الاحتمال الشرط، طبعا فينا نشتق قانون التقاطع منه طبعا. طيب يلا خلينا نحسب هذا الاحتمال، الاحتمال المطلوب هون ماذا يساوي؟ احتمال إيه تقاطع بي 10% هي 10% على احتمال بي 25%. إذا هذا الاحتمال المطلوب، إذا 10% تقسيم 25% فبيطلع معي الاحتمال المطلوب. فبيطلع الاحتمال المطلوب 40%. إذا الاحتمال المطلوب الثاني بيطلع 40%. طيب يلا بنكمل. قانون ضرب الاحتمالات، هلا تذكر أن قانون التقاطع هو نفس قانون ضرب الاحتمالات، فينا نشتق من قانون الاحتمال الشرط الوسطين بالطرفين. إذا بي إيه تقاطع بي يساوي الاحتمال إيه ضرب احتمال بي بشرط وقوع إيه. إذا هذا القانون، إذا قانون التقاطع تم اشتقاقه من قانون الاحتمال الشرطي. طيب نكمل، هاي مثال جاهز محلول يمكن، يلا راح نحله على السريع. يحتوي الوعاء على 7 كرات زرقاء و3 حمراء، تمسح الكرتين على التوالي عشوائيا وبدون إعادة. إذا هون السحب مشروط يا شباب، هون السحب مشروط بدون إعادة، يعني الكرة اللي بتسحبها ما عاد ترجعها حطها على جنب. إذا هون السحب مشروط، إذا شو نوع السحب بدون إعادة؟ فما هو احتمال تكون الكرة الأولى هي حمراء والثانية؟ إذا هون بدنا نستخدم أبنائي قانون التقاطع. إذا قانون التقاطع بنستخدمه لحساب احتمال A و B. تمام، إذا راح نرمز لاحتمال سحب، تمام، سحب كرة حمراء بالرمز A وسحب كرة زرقاء بالرمز B. إذا احتمال A تقاطع B ماذا يساوي هذا القانون؟ طبعا هذا القانون هو قانون مشتق من قانون الاحتمال الشرطي، يساوي الاحتمال A احتمال سحب كرة حمراء بشرط وقوع، علما ان الكرة المصابة في المرة الأولى هي زرقاء. طيب ضرب احتمال B. تمام، طبعا نحن رمزنا هون نرمز للكرة الحمراء بالرمز لسحب كرة حمراء بالرمز شو؟ طيب إذا نرمز لسحب كرة حمراء بالرمز A، سحب كرة زرقاء رمز A بالرمز B. إذا احتمال A تقاطع B يساوي الاحتمال A ضرب احتمال B علما أو بشرط وقوع A. طيب هلا احتمال سحب كرة حمراء شباب يساوي عدد الكرات الحمراء في الصندوق 3، يعني عدد الحالات ملائمة 3، جميع الحالات ممكن 10. هلا سحبنا كرة إذا حمراء، إذا قديش ضل بالصندوق؟ هون السحب بدون إعادة ضل 9، تمام، ضل شو؟ 9. إذا هلا ضرب احتمال بي، بي هون هو سحب كرة زرقاء، علما إنه الكرة المسحوبة في المرة الأولى شو هي؟ حمراء. إذا احتمال سحب كرة زرقاء 7 على جميع الحالات الممكنة، هون مو 10 لأنه السحب بدون إعادة ضل عندي 9، إذا 7 على 9. فثلاثة ضرب 7 تقسيم 10 ضرب 9، المهم بيطلع الاحتمال المطلوب 0.23. إذا بيطلع أبنائي الاحتمال المطلوب هو 0.23.
بنكمل. هلا الأحداث المستقلة شباب، هلا متى يكون الحدثين A و B مستقلين؟ هلا يكون حدثين A و B مستقلين عندما يكون احتمال تقاطعهما مساويا لاحتمال جدائهما. يعني إذا تحققت هاي تمام المساواة تمام، فبيكون الحدثين متساويين. إذا الحدثين عفوا مستقلين، إذا يكون حدثين A و B مستقلين يعني وقوع أحدهما ليس له علاقة مستقل عن وقوع الآخر، يعني ليس له علاقة بوقوع الحدث الآخر. إمتى يكون حدثين A و B مستقلين؟ عندما يكون احتمال تقاطعهما مساويا لاحتمال جدائهما. تمام، مرحلة شو يكون حدثين A و B مستقلين؟ يلا راح نحل مثال، راح نحل مثال. احتمال أن تنتج الشركة شامبو 60%، يلا هذا الاحتمال. احتمال أن تنتج الشركة شامبو، هي شركة منظفات طبعا، تنتج العديد من المنظفات والشامبو إلى آخره. أيضا احتمال أن تنتج الشركة شامبو 60%، هذا الاحتمال أنا حددته. واحتمال أن تنتج الشركة صابون، راح نرمز بالرمز بي بي. احتمال أن تنتج شركة صابون 75%، شباب 0.75 75. واحتمال أن تنتج شركة صابون وشامبو، يعني بي اي تقاطع بي، إذا احتمال أن تنتج الشركة صابون وشامبو، إذا بي اي تقاطع قديش هذا الاحتمال 50%. تمام، هلا المطلوب اضف هذه ما احتمال ان تنتج شركه صابون او شامبو. اذا هون بدنا نستخدم قانون الاشتمال، اذا احتمال ان تنتج شركه شامبو او صابون شو بدنا نستخدم هون؟ قانون الاشتمال. اذا بس مشان ما نضيع الوقت، بي اي اشتمال بي يساوي الاحتمال اي زائد احتمال بي ناقص احتمال تقاطعي. احتمال A احتمال أن تنتج الشركة شامبو 60%، زائد احتمال أن تنتج الشركة صابون 75%، ناقص احتمال تقاطع 0.5، إذا الاحتمال المطلوب يطلع 0.85. طيب الطلب اللي بعده شباب، شو احتمال ألا تنتج الشركة صابون؟ إذا بي بي فتحة معناته ألا تنتج الشركة صابون، اللي هو الحدث المكمل لبي. شو يساوي؟ واحد ناقص احتمال بي، واحد ناقص 75%، طب يطلع الاحتمال المطلوب 25%. الطلب الثالث أبنائي، هل إنتاج الشركة الشامبو مستقل عن إنتاجها للصابون؟ متى يكون حدثين A و B مستقلين؟ عندما يكون احتمال تقاطعهما مساويا لاحتمال جدائهما. احتمال تقاطعهم 45%، عفوا احتمال تقاطع الحدثين نحن محددينه بنص المثل 50. احتمال جدائهم يعني 0.6 ضرب 0.75 بيطلع 45%، ما بيطلع 50%. اذا الحدثين A و B غير مستقلين. ليش؟ لانه احتمال تقاطعهما لا يساوي فلا احتمال جدائهما. طيب هلا بدنا نحكي عن انواع المتغيرات. عندي نوعين من المتغيرات ابنائي، المتغيرات العشوائيه نوعين، في عندي متغيرات عشوائيه متصله ومتغيرات عشوائيه متصله. هلا المتغيرات العشوائيه المتصله لها توزيعات احتماليه خاصه بها، راح نتكلم عنها في المحاضره القادمه، مثل توزيع الحدين، توزيع بواسطه. بينما المتغيرات العشوائيه المستمره او المتصله لها توزيعات كمان احتماليه خاصه فيها، مثل التوزيع الطبيعي والتوزيع الأسي. طيب المتغير العشوائي المنفصل شباب، أنا حكيت عنه إذا تذكروا في الجلسة الأولى، هو متغير عشوائي يأخذ قيم شو صحيحة حصرا، إذا يأخذ قيما صحيحة حصرا، مثل عدد أفراد الأسرة حصرا رقم صحيح، عدد القطع المنتجة السليمة، عدد القطع المنتجة المعيبة. إذا كل هاي شو بتأخذ أرقام صحيحة مستحيل يكون فيها فواصل. تمام،
بينما المتغيرات العشوائية المتصلة أو المستمرة تاخذ قيمة صحيحة أو كسرية، مثل الدخل، مثل العمر، مثل الطول. إذا ممكن يكون رقم صحيح وممكن يكون في رقم فيه خطأ. واضح؟ إذا شو نوع المتغير اللي فيه اللي بيأخذ قيم حقيقية صحيحة وكسرية؟ إذا نوع المتغير أبنائي هو متغير عشوائي مستمر. طيب، حكينا إنه في توزيعات احتمالية خاصة بالمتغيرات العشوائية المتصلة، وهناك توزيعات احتمالية خاصة بالمتغيرات المنفصلة. إذا المتغير العشوائي المنفصل حكينا عنه بياخذ قيم صحيحة. التوزيعات الاحتمالية شباب، خليني أحكي بس شوي عن التوزيعات الاحتمالية، والمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبلش مباشرة بتوزيع ذي الحدين. إذا شو تعريف التوزيع الاحتمالي شباب؟ التوزيع الاحتمالي شباب، التوزيع الاحتمالي المتغير العشوائي، تمام، له وظيفة واحدة. إذا التوزيع الاحتمالي المتغير العشوائي له وظيفة واحدة، شو وظيفته؟ يبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي. طبعا هذه الاحتمالات فينا نحسبها باستخدام الجدول التكراري. إذا التوزيع الاحتمالي يبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي. المتغير العشوائي ممكن نرمزه بالرمز XI. إذا شو احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X، تمام، قيمة معينة، القيمة المعينة اللي هي اكس صغيرة مثلا نحن بنحددها، تمام. هذا الاحتمال فينا نحسبه باستخدام أحد التوزيعات الاحتمالية. إذا كان المتغير العشوائي منفصل فينا نستخدم مثلا توزيع الحدين. إذا المتغير العشوائي متصل مثل الدخل أو الإنفاق أو الطول أو الوزن فينا نستخدم التوزيع طبيعي لحساب الاحتمال المطلوب. واضح؟ إذا كل التوزيعات الاحتمالية أبنائي لها وظيفة واحدة، تبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن أن يأخذ المتغير العشوائي. مثلا هون المتغير العشوائي على سبيل المثال اللي هو مثلا الرضا عن السعر، مثلا الرضا عن السعر، درجات الرضا ممكن تكون 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1. لنفرض أنا اخترت عينة من 100 مستهلك، تمام، سألتهم عن مدى رضاهم عن سعر المنتج، فعشرة منهم كانوا راضين جدا أو موافقين بشدة. إذا درجة موافقتهم، مثلا سألناهم إنه مثلا شو رأيهم مثلا درجة رضاهم أو درجة موافقتهم على سعر هذا المنتج مثلا، ففي ناس كانوا موافقين بشدة، تمام، strongly agree، صاروا قديش عددهم اللي كانوا موافقين بشدة؟ 10، number of responding، تمام. إذا هاي قيم المتغير. إذا المتغير العشوائي هو من الربا، هذا المتغير إما أن يأخذ القيمة 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1، يعني إما أن يكون شخص يعني راضي جدا أو موافق بشدة على السعر، تمام، درجة الموافقة. إذا المتغير المدروس هو الربا على السعر على سبيل المثال، ففي ناس موافقين بشدة، في ناس موافقين. إذا هذا المتغير يمكن أن يأخذ القيمة إما 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1. هلا 3 نيوترال محايد، 2 ديس أجري، 1 سترونجلي ديس أجري. طيب هلا اخترنا عينة طبعا من 100 مستهلك، سألناهم عن درجة الرضا أو الموافقة تبعهم، ف10 كانوا موافقين بشدة، 20 كانوا بس موافقين، تمام، 30 واحد كانوا محايدين، 30 كانوا غير موافقين، و10 كانوا غير موافقين بشدة strongly disagree. هلا شو احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X القيمة 5؟ هذا الاحتمال شو يساوي؟ يساوي عدد الحالات الملائمة اللي هي 10 على جميع الحالات الممكنة، صح؟ إذا يساوي هذا الاحتمال عدد الحالات الملائمة 10، مضبوط، على جميع الحالات الممكنة قديش يا شباب؟ 100. ف10 تقسيم 100، إذا الاحتمال المطلوب 10%. واضح؟ نفس الشيء احتمال يأخذ المتغير العشوائي مثلا X على سبيل المثال 2، بX تساوي 2. إذن هذا الاحتمال شو يساوي؟ عدد الحالات الملائمة اللي هي 30 على جميع الحالات الممكنة اللي هي 100،
فبيطلع الاحتمال المطلوب 30%. إذا هذا الجدول اللي أمامكم هو بنسميه جدول التوزيع الاحتمالي. إذا هذا الجدول اللي أمامكم أبنائي هو جدول التوزيع الاحتمالي، ليش؟ لأنه يبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي X. هذا الجدول بيشبه الحقيقة، جدول التوزيع الاحتمالي يشبه الجدول التكراري اللي شرحناه إذا بتتذكروا في محاضرتين سابقة. تمام يا شباب؟ إذا التوزيع الاحتمالي له وظيفة واحدة، شو وظيفته؟ يبين لنا احتمالات حدوث القيم. طبعا هذا الجدول فينا نحوله لمخطط بياني بالأعمدة. تمام. هلا درجات الموافقة أو القيم التي يمكن أن يأخذ المتغير العشوائي هيك، إذا إما 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، هاي القيم. هلا احتمالات حدوث هذه القيم، إذا بي اكس تساوي 1 الاحتمال هو 10%، بي اكس تساوي 2 الاحتمال 30%، بي اكس تساوي 3 كمان 30%. اذا حولنا هذا الجدول لمخطط، يعني اذا هذا المخطط بنسميه كمان probability distribution. اذا شو هو التوزيع الاحتمالي؟ لانه هذا المخطط كمان، اذا التوزيع الاحتمالي، اذا هذا المخطط كمان يبين لنا احتمالات القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي X. طيب أنا راح أكتفي بهذا القدر اليوم في هذه المحاضرة. هلأ التوزيعات الاحتمالية أبنائي راح نخصص لها محاضرة إن شاء الله، راح نحكي فيها عن المحاضرة القادمة، راح نحكي فيها عن أهم التوزيعات الاحتمالية اللي هي توزيع بالحدين، توزيع بواسون، و توزيع الطبيعي. إذا أظن أكثر التوزيعات الاحتمالية استخداما في الدراسات والمشاريع، فراح نخصصهم جلسة لحاله. ماشي؟ طيب أبنائي شكرا، راح أكتفي بهذا القدر. شكرا لكم والله يعطيكم العافية. نلتقي إن شاء الله في الجلسة.